كاسيك أفكارنا مع محمد بابكر، حميد التابت، محمد الطيار. هذا 10:30 يا شباب. الدولار ينزل بتنزل بضعف نفس اليوم. تمام ان شاء الله، بركات الشمس، صحتين ان شاء الله. كاسيك افكارنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. صارت قصه حاليا من كواشيك افكارنا، كلها نصب واحتيال. يعني جاي مواطن بسيط بياخذ بضاعه للحوش، كارثه الكبرى وين صارت؟ في القصة. هي البضاعة الحقيقية كان سعرها 55 دينار بس، ايش بالنصب والاحتيال؟ الاهنيات فيه خلل ولازم من الراعي المصداقية لا للنصب ولا للاحتيال. تحياتي لكم، يلا نتلاقوا في كاشيك جديد من كواشيك افكارنا. سلام.